يورو سبورت عربيه بتقول ان اجيري بيسعى لقتل ثلاث سلبيات قبل مواجهه الكونغو. في سلبيات في سلبيات طبيعيه، بتكمن في ايه من وجهه نظر يورو سبورت او من وجهه نظر فئه كبيره جدا من الشعب المصري؟ بتكمن في عدم استغلال الفرص، ودي جزئيه خطره جدا جدا ممكن تاتي بسلبيات اخرى على المنتخب المصري فيما هو قادم من ادوار في هذه البطوله. التراجع البدني، وده كان ملحوظ جدا، دي تاني حاجه كان ملحوظ جدا جدا في الشوط الثاني بالتحديد لمنتخب مصر، وكمان ثغره الجبهه اليمنى، ودي فعلا كان في ثغره عندنا ليه، لان محمد صلاح ما بيرجعش يدافع، والراجل مش مطلوب منه في الحقيقه انه يدافع، لكن في نفس الوقت كان في مهام هجوميه لاحمد المحمدي، فكان في لخبطه كده شويه في الحته دي، لكن ان شاء الله يتم معالجتها خلال المباريات المقبله، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني.